النوع الثاني بيسموه الجولد، بيسموه جولد برجر او اليوني بولر ليمب ليدز. هو الحقيقه بيستعمل نفس بالظبط نفس الالكترودز اللي احنا بنستعملها في الايند هوفن ليدز، بنستعملها هي هي بس بنستعملها بطريقه مختلفه. بناخد النقطه اللي في النص دي ككومن بوينت، والنقطة دي كانوا ساعات زمان بيعملوها عن طريق مجموعة ريزيسترز، يعني بياخدوا مثلا هنا بيحط ريزيستنس بين الليفت ارم مثلا والريزيستنس تانية عند الفوت، وياخد النقطة اللي بينهم زي ما احنا شايفين هنا كده، يعني في الجزء دوت حاطط ريزيستنس بين الاثنين، ريزيستنس من هنا ريزيستنس من هنا، بياخد النقطة اللي في النص. effectively انا بجيب هنا حاجة بسميها الاي في ار اللي هي اللي بيسموها ساعات الاوجمانتد ليمب ليد. الاي في ار دي بتجيب لي سيجنال في الدايركشن دوت. طبعا احنا بنتكلم على الدايركشن دوت، هو موجود في نفس المثلث اللي هو موجود في نفس البلين، فكلهم الحقيقه في الفرونتال بلين. يعني بيسكلي النقطه هنا ان انا باخد يعني بسميه اول حاجه يونيبولر ليمب ليد، علشان انا باخد بين ليمب ليد يعني واحده من الالكترودز الموجوده على ليمب، وبيسكلي اطرح منها كومن او اطرحها من اطرح منها كومن سيجنال، وكومن سيجنال دي لكل النقط هي واحده. ففي الاخر احنا بنحصل على سيجنال في الدايركشن دوت وسيجنال في الدايركشن دوت وسيجنال في الدايركشن دوت، بيدوني شكل مختلف للاي سي جي سيجنال، مختلف شويه عن ال1 وال2 وال3. زي ما احنا شايفين كده هي نفس البلين هو واحد، بس يعني هم كلهم في الفرونتال بلين، بس واحد ممكن يديني سيجنال شكلها كده، والتاني يديني واحده كده، والتالت يديني واحده كده في الايند هوفن ليدز. في اللي هو الاي في ار اي في ال اي في اف اللي هم الجولدبرجر ليدز، بيطلع لي سيجنال شكلها مختلف بالشكل ده كده، اكني بالظبط كده يعني عملت يعني روتيشن مثلا للانجل اللي انا ببص منها، فشايف حاجه بشكل مختلف. فالحقيقه ساعات بعض المشاكل اللي موجوده في القلب ممكن تظهر في الاوجمانتد ليدز اكتر منها بالنسبه لل مثلا اللي هي الايند هوفن ليدز. فدي عامة بتبقى كأنها يعني طريقة أخرى لإن احنا نإكزامن نفس السيجنال بتاعت الإي سي جي. طبعا نلاحظ إن احنا بالنسبة للأينت هوفن ليدز وبالنسبة للجولدبرجر ليدز محتاجين ثلاثة إلكترودز بس، واحد على الرايت آرم، واحد على الليفت آرم، واحد على الليفت فوت، مش محتاجين أي حاجة تانية. يعني طالما عملت أكوزيشن للأينت هوفن ليدز أقدر أحسب الجولدبرجر ليدز في نفس الوقت، ومحتاج لهم بيسكلي هم ثلاثة إلكترودز أقدر أحسب منهم الليدز ديت.